اوكي مرحبا، كيف حالكم؟ اهلا وسهلا فيكم في قناتنا سوبر لينكس. عم تابع بقراءة الفصل الثاني عن حوسبة الكم بلغة سلك، برمجة الحوسبة الكم بلغة سلك. وهلا عم نوضح الكيوبتات بالحالات الكمومية المختلفة. فبقول لك نحن شفنا بالفصل الاول انه كيف انه الحالات الصفر والواحد، حالة صفر الحالة الكمومية صفر والحالة الكمومية واحد، هن حالات ما يسموه بالانجليزي ortho normal، يعني متعامدين بشكل طبيعي اوكي او بشكل عادي. هذا بيعني انه هن عندهم القياس تبعهم، كلو جبت انت قست بمسطرة مثلا اوكي، افترض هيك اوكي بينك وبين حالك، هذا مش حقيقي 100%، بس لو انك انت قست اوكي، افترض ممكن هو طول الفكتور نفسه بقول لك واحد واحد، شو حسب الوحدة اللي انت باخدها، مش بس شو وحدة واحد اوكي. وبعدين بيكون شو اورثوغونال لبعض، اورثوغونال يعني متعامدين فوق بعض. يعني انا نعمل هون اوكي، يعني انت في عندك، حناخد عن كرة بلوش هلا بالفصل بالسكشن هاي وبالقسم هذي الكرة هذه، بيكون في عندي مركز الكرة هون بالنص تمام، بيكون في عندك الصفر هو فيكتور، طبعا فيكتور رايح هيك متعامد، وفي عندنا هذا الصفر هون طبعا شو، وعندنا بالاخضر خلينا نقول واحد انه ضغط اوكي، بتكون فوق منها دغري او خلينا نقول مثلا ننسخ نستخدم هاي اوكي، ونيجي نقلبها سلكشن نعملها ميرور هوريزونتالي، لا ما هو عم ياخذها هيك. طيب خلينا نعمل كوبي عنها، نعمل في اوكي لهاي، وهاي القسمه نعملها شو اسمه مرايه وفليب اوكي، وخلنا نعبيها ناخذها هيك طبعا، وحده واقفه فوق منها تمام تمام، نكون متعامدين فوق بعض 90 درجه بيناتهم اوكي. يعني كيف 90 قصدي، يعني متعامدين انه واقفين فوق بعض كيف، وتكون هاي طبعا خلينا نقول مثلا باللون الاخضر تمام، ونقول عبي هاي النقطه ماشي، ويكون هون صفر او هون تكون واحد طبعا ماشي، هن بعكس بعض اوكي. وهاي كرة بلوش تمام، هاي الكرة هاي كرة بلوش اوكي، أو هذا الخط الوراء يكون هو يعني مطرح ما بتنشفش تمام. هاي كرة، هاي كرة بلوش، كرة بلوش من خلالها نحن بنعرف الآن عم برسم لكم إياها، في رسمات أجمل من هيك بكثير، بس هاي رسمة بالإيد يعني. فهي من خلالها بنعرف إحنا شو الحالة الكمومية. فالحالات الكمومية اللي إحنا بدنا إياها هي الواحد والصفر، زي شايفين بالأصفر بالأحمر والأخضر تمام. هلا وطبعا كل وحده منهم، لانه ليش عملناهم المرايات لبعض زي ما عملناهم بالرسم اوكي، اساس انه يكونوا فوق بعض وقد بعض، لانه هن قياسهم واحد. افترض انه هاي الشقفه من هون لهون هيك، هذه واحد من هون لهون واحد، افترض هيك فرض اوكي، يعني مضاعف هذا اقل وحده ممكن تقول عن قياس فيكتور يعني اوكي. يعني ان شاء الله يكون وصلتكم، لانه هي ما في انه تقول لي 1 متر ولا 2 متر ولا 3 متر ولا 1 سنتي ولا 2 سنتي، عرفت شو؟ خلص اعتبر زي كانها هي سنتي بس واحد تمام، ما بتقول سنتي قول واحد، فهمت شو؟ كم وحده من الواحد؟ اقل شيء واحد يعني، عرفت كيف؟ هيك الاصل تمام.
وهو ممكن الواحد كمان انه ينظر لهم انه هدول الحالات هن اكثر حالات اساسيه، يعني بعد من هيك ما فيك تنزل بعد انك تاسس. اوكي، هاي الحجر الاساس عندك، تمام؟ يعني تعمل عماره، كل شيء العماره بتنزل بالاخر لحجر الاساس، الحجر عده حجاره بتعمل حيطه. انت الاساس هون عنصر الفرد الواحد هو الحجر اللي هو هون بالتمثيل بالمماثله. اوكي، هن الحالات الكمومية الواحد والصفر، اوكي، اللي هن من خلالهم نعمل الحالات الكمومية الأخرى، تمام؟ وبالتالي هدول الحالات هن بيسموا البيزز ستيتس، الحالات الأساس، اوكي؟ الواحد والصفر هن الحالات الأساس. فهن الحالات هدول هن بيكونوا خطياً اندبندنت، ما بيعتمدوا على بعض، اوكي؟ يعني هن كمان نفس الوقت إنه خطياً من الناحية الجبرية، يعني من ناحية الرياضيات خطياً هن ما بيلتقوا مع بعض، ما له علاقه ببعض، اوكي؟ واي حاله اخرى ثانيه ممكن تشكل باستعمال التوليفه او تركيبه خطيه من الحالات الصفر والواحد. هون التركيبه الخطيه هذا يعني انت عم تجمع فيكتورز الصفر والواحد بيطلع فيكتور جديد، الصاي، يعني الصاي اللي شفناه في الحصه الماضيه عم بحكي عن الصاي هاي. هو هذا اللي بقول لك اياه، انك بتركب صفار وحدات ويطلع لك شو، تمام؟ طبعا كمان بهالحالة بهالحصة بهالقسم هذا ان شاء الله نقدر نخلصه هلا بخلال الساعة هاي. نقرا لحد لازم نخلص لحد القسم لحد الصفحة 50، اوكي. ف بهذا القسم راح نشوف يعني التوضيحات المختلفة ل الكيوبتات بالحالات الكمومية المختلفة، الحالات الأساس يعني أساسية كثيرة مختلفة هاي، اللي هي نحن راح اللي هي راح تساعدنا نفهم التمثيل الفيزيائي للكيوبتات، التمثيل الحقيقي على الأرض على الكيوبتات. نحن راح نكون عم نناقش كورت بلوش اللي فرجتكم إياه من شوي، أوكي، تمثيل تبع اللي هي شغلتها تمثيل الكبتات، اوكي، وبعدين شو هو يعني المحاور اكس واي زد، اوكي، للحالات الاساسيه. بمعنى اذا بنرجع على الرسم، اوكي، بيطلع معنا المحور، اوكي، عندنا المحور تبع الاكس، تمام، محور الواي، هيك خلينا نعمل مثلا لون ثاني، الواي، تمام، وعندنا محور الزد فوق بيجي اللي متعامد عليهم هذا الخط اللي انا، خلينا نعمله مثلا لون ثاني. بالزهري، اوكي، ف نعمل خط هذا الخط المحور اللي هون طالع هيك، اوكي، انا عم اقصد اصلا مقصود يعني عشان يبين هو لازم يمرق فوق يقطع الواي والاكس، اوكي، اسمه زد، ها ماشي. فهلا احنا الاتجاه تبعون انه ممكن انت يعني المتجه صفر او المتجه واحد او الحال الكمومية الاساسية صفر او واحد ممكن تبرم، تصير مثلا هيك تنزل بالنص، تشوف تبرم اي زاوية من الزوايا، تشوف بسبب البوابات المنطقية الموجودة. طيب فارس illustrations، اوكي، فهني طبعا عندنا التوضيحات المختلفه هن مفيدين هذول عن شو اسمه عن الحالات الكموميه والاكسات اكس واي زد وهيك المحاور اكس واي زد وهيك، اوكي، هن مفيدين ل انواع معينه من الخوارزميات الكموميه اللي هن كمان بيعملوا رياضيات تبعيه الخوارزميات اسهل لواحد يفهمهم، اوكي. إذا أنت بتتعلم هدول التوضيحات أنت راح تصير قادر، أو هاي الشروحات، راح تصير قادر إنك تفهم
بعض من الادب، كيف بيحكوا عن الادب الانجليزي اوكي، او كيف الناس بتفكر في حوسه الكم وتقدر المفاهيم بشكل اكثر وضوحا. وبعدين بعدين بقول لكم خلينا نبلش بالتمثيل تبع كورتو بلوش. خلينا نشوف كورتو بلوش تبعيه الكيوبيتا. تمام، فهي شايف كيف هو راسم كورتو بلوش. اوكي، عندك الواي اكس زد. هلا مش مهم انه احنا برمناها، مش القصه يعني. يعني انا عملتها، لاحظ كيف حطيت لك الاكس بوجهك والواي على المايل. لا، هو حط الواي بوجهك والاكس على المايل. اوكي، والزد واقف. اوكي، وهاي بقول لك شايف كيف الحالات. هون واحد، هون هون صفر فوق واحد تحت، وفي عندك شو اسمه، يعني في إشارة السالب وإشارة الموجب. اوكي، حالة السالب وحالة الموجب، وفي حالة الناقص اي وزائد او زائد اي. اوكي، الاي هو هون العدد الخيالي اي. اوكي، فبقول لك كورت بلاش هو تمثيل ثلاثي ابعاد للكيوبيت، وهي بتساعدك انك تشوف هيك الحالات الكمومية، تقدر تشوفهم على رسمة. اوكي، تتصورهم. اوكي، تخيلهم. اوكي، فانا حتى تتصور الحالات الكمومية اللي هي ممكن اي كيوبيت ممكن تاخذها وتصير عليها. فهي عندها يعني الكرة هاي عندها مقياس واحد زي ما حكينا من شوية عم نشرح. اوكي، يونت راديوس، وفينا نستعمل رمز الفكتورز حتى يعني نحكي عن الحالات الكمومية. اوكي، فكورت بلوش هي فقط يعني منيحة لكيوبيت واحدة ما غير. اوكي، لانه لما بيكون في اكثر من كذا كيوبيت الابعاد بتصير يعني تتخطى القدرة على الرسم. اوكي، يعني اذا بدك ترسمهم هون ما بتزبطش يعني، كيف بس صعب الابعاد وهيك الشغل بصير صعب انه واحد يرسمها ويتصورها. هلا بس انا كورت بلس بتفيدك في كيوبيت وحده. تمام، ف ماشي. طيب، خلي الصوره هاي دائما ببالك، انسخها حطها على جنب هيك بطريقتك انت، و او رسمها انت على واحد لحالك وشوف كيف نكمل فيها. هلا بيقول لك كورت بلوش الحالة الكمومية لكيوبيت وحدة هي ممثلة باستعمال المعادلة التالية. عندك الحالة الكمومية الكاملة صاي هي الفا ب يعني الفكتور صفر الحالة صفر زائد بيتا بالحالة صفر. اللي هي شو عندك كوساين الزاوية على اثنين، في زاوية ثيتا على اثنين مضروبة، يعني الألفا بتصير هي كوساين الزاوية على اثنين. هي زاوية مش حاطط، هلا بنشوف بحكي على الزاوية هاي. اوكي، اللي هي مع الزد، قديش مايلة مع قديش مبعدة عن المحور العمودي زد. اوكي، محور ارتفاع. وفي عندك هون اي اس فاي اي، الفاي هي في زاوية فاي هون، وفي عندك هون مضروبة بساين الزاوية ثيتا على اثنين، ومضروبة كلهم هول هذا الضرب كله. اوكي، مضروب بالفكتور واحد، الحالة الكمومية واحد. تمام، فهذه هي الحالة صاي تبعنا. هلا حسب الزاوية فاي وحسب الزاوية ثيتا بصير الأمور. اوكي، ففاي هو قديش أنت عامل برمة مع المحور الأكساد. تمام، يعني داش البرمة اللي عاملها بين محور الأكس. اوكي، مع محور الأكس. اوكي، يعني الإسقاط تبعها. اوكي، شوف قديش عامل زاوية مع الأكس. اوكي، فالزاوية الثيتا بتكون مقيوسة من بدءا من الزد الموجب من فوق، يعني بتعمل زاوية بدءا من فوق. اوكي، حسب رسمتنا بس عشان سهولة هذا.
يعني انت الزاوية فرضا عندي هاي هون، هذه الزاوية بتجي بتقيسها هيك، كيف مع الاتجاه اللي عم بمشي فيه من هون ونزول هيك، مش بتبلش وياه من تحت وبتقيس، لا بتقيس من فوق ونزول، بتشدها من فوق وبتنزل. اوكي، هلا الزاوية مع الاكس، هلا هو افترض الواي صار اكس والاكس صار واي هون عندنا بالعكس، فانت اكيد الاكس صار من هاي الجهة بوزيتيف، فبتصير هيك بتقيسه. اوكي، ها يعني بتجي بتقيس هيك مثل ما محطوط، هاي الزاوية 5 وهي الزاوية ثيتا. طبعا الزاوية ثيتا بتكون بين الصفر وال 180 درجة، بنحطوها بالراديانز بين الصفر والباي، والزاوية فاي بتكون بين صفر و 2 باي، يعني فيها الفاي تبرم دورة كاملة. اوكي، الثيتا بتكون بس نص دائرة، وال ماكسيمم نص دائرة، وممكن كمان وبالفاي بتكون دائرة كاملة. اوكي، بتعمل دائرة كاملة. هلا بقول لك حطه براسك، اذا حطينا الفاي صفر والثيتا باي، اوكي، يعني اذا كانت الفاي ما برمت، ما عملتش برمه انت، وحوالين محور الزد، يعني حطيت الزد هو المحور تبعك اللي بدك تبرم حواليه، اوكي، وما جبتش الثيتا، ما ميلتش ظهرك هيك مثلا مع المحور الزد اذا بدك تقول، اوكي، الا 180 درجه وقفت وقفه كامله، يعني انت ما ميلت ظهرك ما حكينا. فاذا انت تخيل هيك عم تبرم حوالين شيء وقديش انت عم تميل، امسك حالك، يعني تخيل حالك ماسك بعمود، اوكي، بتلقط فيه بايد واحده. اوكي، فاللي عم يصير معك انك شادد حالك لم ومتهدي بالعمود وموقف حالك، اوكي، ومش بارم، تمام، مانك بارم، فهذا بيعني انك انت لقيت شو اسمه الحاله الكموميه واحد، تمام. هلا احنا بس انه هون فينا نقول انك يعني انا هالشغله الوحيده اللي ما انتبهت لها هون، بس انه على اساس عم حاول اقرب لك اياه بشكل تتصوره، هي الاصل، انه انك تمسك بعمود وهذا. هلا هو بقول لك انك اعتبر حالك انك قلبت حالك، عرفت كيف؟ عملتها بالمقلوب يعني، تمام؟ مسكت حالك بس انت بالمقلوب يعني، لانه انا بقول لك اياها انك انت هذا محور الزد، اوكي، الزاويه اللي عم تعملها انت بدها تكون انه هيك، اوكي، بدك قلنا لك بتبلش هيك وتعمل 180 درجه هيك، تمام، وممنوع تبرم هيك، شو البرمه حوالين المحور هيك بالداير ممنوعه، اوكي، هاي بتكون انت وصلت حالك هون لتحت، فبتحكي عن الواحد هون، تمام. ايه، هاي هي الزاويه فاي والزاويه ثيتا، تمام، فاذا الثيتا بتكون نازله هون على الفاي تحت، وبتكون مش بارم اطلاقا حوالين محور الزد، تمام، فبتكون انت بالحاله الكموميه واحد. اوكي، إذا صفرت الثيتا وصفرت الفاي، يعني أنت بالحالة الكمومية صفر، تمام؟ فبهاي شو اسمه؟ فهاي شو اسمه؟ العملية هي مثل إنك عم تبرم بعيد عن حالة السوبر بوزيشن، حالة التراكب اللي هي موجودة في كل كورت بلوش، نحو النقاط المختلفة الموجودة على سطح الدائرة أو سطح الكرة عم بحكي، تمام؟ فهو من ال يعني أنت ماسك بنقطة، هيدي النقطة هون فوق حد الصاي، نقطة الصاي نفسها تكون دائما ملامسة السطح، عرفت كيف؟ أنت هيك عم تعمل، فبتطلع الزوايا اللي واقفة عليها يعني. هلا طيب، هو من المهم انك تلاحظ انه بما انه المودلس او الابسولوت فالي او القيمه المجرده تبعيه العدد الخيالي، اوكي، تبع الكومبلكس امبليتيود، اوكي، يعني علو الكامل هون تبعيه، يعني هاي هون
بيحكي عن الساي هون دائما، اوكي طوله هاي، اوكي لانه هو رقم كومبلكس الساي بيطلع دائما واحد، اوكي يعني احنا اتفقنا انه بدك تعملها على الاساس يعني انه ترجع للفورمولا هاي. تمام هاي اوكي. فا بقول لك حتى لو انه يعني يعني هيك قيمة احتمال او مستوى احتمال بشكل رقم خيالي بيكون مضروب بشي حالة كمومية معينة، هي ما بتغير الحالة على الاطلاق. عرفت كيف؟ خلص بتضل زي ما هي لو شو ما كان. كمان حقيقة تانية أو ميزة تانية وحقيقية يعني مثيرة للاهتمام هو واحد لازم يطلع لها، هو إنه نحن فينا نكتب الحالات صفر وواحد، حالة الكمومية الصفر، حالة الواحد كمان ب يعني بوجود يعني حالات كمومية أساسية أخرى. أوكي يعني أنت بس تستعمل مثلا، شايف هون عندنا هون حالة وين قلنا اوكي، يعني في عندك الحالة هون مش حالة الصفر، في عندك حالة الناقص وحالة الزائد، يعني فيك تعمل حالة الصفر مثلا من حالة الزائد والناقص، وحالة الواحد فيك تجيبها من حالة الصفر الزائد والواحد الزائد والناقص عفوا اوكي، ونفس الشيء الناقص اي والاي اوكي، نفس الشيء اوكي، فيك تجيبهم من بعض يعني اوكي. فبقول لك انه حالة الصفر هي بتساوي حالة الزائد زائد حالة الناقص اوكي على جذر التربيع تبع 2، اللي هي نفس الشيء بتجيب حالة الزائد اي بتزيد عليها حالة ناقص اي على جذر التربيع 2 تمام، والواحد لانه بالالف فبتعكس الاشارة اللي بالنص هون تمام، فهيك الفكتورات هذول هيك بتجيبهم. فهذا الشيء بيعطينا معلومات مفيدة اللي هي أي كيوبيت ممكن يعني تنجاب أو تشكل عبر إضافة أو زيادة أو عبر إضافة وزيادة أو طرح اثنين كيوبيت أو أكثر. أوكي فلذلك نحن شفنا كيف إنه كرت بلاشي مفيدة ل نتخيل امور وتصور الامور على كيوبيت على الكيوبيت الوحده اوكي، وهي كمان مفيده حتى تشوف العمليات الحسابيه الرياضيه اللي ممكن تؤدى او تنعمل عليهم اوكي. هل طالما احنا خلصنا هلا كورت بلوش خلينا نشوف يعني الحاله الاساسيه على محور الزد اوكي. ف تمام اوكي كويس. هلا فانت اصلا شفت الحالات الكموميه 0 و1 عده مرات، هدول هن اكثر شيء حتشوفهم اوكي بحسب الكم بسبب يعني بساطتهم الرياضيه واهميتهم الفيزيائيه اوكي كظاهره فيزيائيه. هدول الحالات بنعرفوا كمان ك الحاله شو اسمه يعني الاساسات الحوسبيه او الاساس محور على بناء على محور زد او الاساس المعياري الاساسي، يعني انت كل شيء بيرجع لهم يعني كلا صفر واحد اوكي. ومثل ما انت شفت بكورتو بلوش او عن كورتو بلوش الحاله صفر اوكي بتصير من فوق والحاله واحد تيجي من تحت اوكي، ارجع على الرسم تمام، حالة الصفر تيجي فوق نقطتها وحالة هذا الفكتور كيف متشاور يعني اوكي، الصفر مشاور لفوق الصفر واحد مشاور لتحت، احفظهم هيك اوكي. بالمرة عرف انه معمولين بالقلب يعني المفروض تقول واحد انه عالي، لا قول الواحد هو واطي هون. عرفت كيف؟ منه عالي مش يعني انت بتقول صفر وزدنا عليه واحد بهيك رياضيا بينك وبين الحسابات العادية وتقول لا زاد، لا هو ما زادش هون نزل. عرفت كيف؟ فهذا عمول. طيب هلا انت كمان بتكون يعني
شو اسمه كمان انه وعي انه الفكتورات الصفر والواحد اوكي اللي هن جايين بتكتبهم بطريقة كولوم انه الارقام فوق بعض تبعيتهم يعني اوكي انه بتقول مثلا انه بتقول الفكتور تبعك لو ترمز له مثلا الواحد بيجي صفر وواحد اوكي الصفر فكتور الصفر بيجي واحد صفر عرفت كيف هدول كولوم فكتور صرت شو فهدول كولوم فكتورز اللي هن الصفر والواحد اوكي كمان بيحكوا يعني الاحداثيات الموجوده في نظام ثنائي الابعاد اوكي هو مفيد انك تعرف انه اذا في حاله كموميه ثانيه بتكون اورثونورمال زي ما حكينا متعامده والى قياس واحد اوكي بتكون مختاره للحسابات ل يعني دواعي الحسابات واهداف حسابيه اوكي فهدول الحالات بضلوا نفس الشيء بس احداثياتهم تتغير اوكي هذا بيعني انه الحالات صفر وواحد راح يضلوا نفس الشيء بس احداثياتهم مش راح تصير واحد صفر وصفر واحد زي ما هو احنا كتبنا لكم هون تمام زي هدول لا بتغير مكاناتهم هذا اوكي فالاحداثيات راح تعتمد على الحالة الأورثونورمال اللي تم يعني اختيارها اوكي ف يعني الاساس على محور زد الزد بيزز اوكي ما كمان معروف هو الانرجي بيزز يعني الاساس على الطاقه اوكي لانه طاقه كيف طاقه كهرباء وطاقه ميكانيك وطاقه مش عارف شو فالانرجي بيزز يعني نحكي اوكي ف لانه اوكي لانه هاي الحالات الاساس اوكي كمان يعني بيمثلوا او بترجع لهم كمستويات الطاقه في مستويات الطاقه الكموميه كمان اوكي هنا بيحكوا عن مستويات الطاقه الكموميه فخلينا ننتقل على اعلى محور الاكس اوكي نشوف كيف الاكس بتصرف ماشي ففي عندنا حاله الزائد وحاله الناقص على الاكس اذا بنرجع على الرسم تفهم عن شو بيحكي هو هون هاي حالة الزائد حالة الناقص طلع كيف عشان اقول لك طيب فهو بينعرف كمان المحور او الاساس القطري دايجونال بيزز اوكي او يعني حالات بوابة هدمار الاساسية اوكي هدمار بيزز ستيتس واللي هن كمان في دي يعني متساويين يعني هن بيكونوا التراكب تبعهم متساوي على الحالات صفر واحد اوكي هيك بالضبط اوكي they are equal to propositions of this 0 and 1 states شو يعني بيكونوا هن اثنيناتهم بيكونوا تراكب متساوي اوكي على الحالات واحد وصفر فهي القواعد الرياضيه تبعيتهم تمام تنساش هاي الزائد انك عم تجمع فكتور مع فكتور فكتور هون هاي جهة الناقص تنساش بدك تحكيها بالعكس بتحط ناقص واحد اوكي اوكي فهلا لما بتشوف حالة الصفر تمام ماشي لما بتقول واحد واحد على صفر تمام ايش اسمه مش عارف صفر بحكي بقول الصفر على جذر التربيع تبع 2 زائد الواحد على جذر التربيع تبع 2 اوكي فلما بتجيب الالفا تبعهم بتعمل تربيع زي ما حكى لك اول كيف تحسب الامبليتيودز تبعيتهم اوكي وهون تبع الواحد كمان شايفكم طلع عندك واحد على جذر التربيع تبع 2 عمل الاس بتطلع نص وكمان نفس الشيء هون بطلع الالفا والبيتا تبعوتك اللي عم نحكي عنه هو هون عشان راجع لكم على السريع عم بحكي عن الالفا اللي ضارب الصفر والبيتا ضارب الواحد اوكي هذول probability amplitudes اوكي فبالتالي بتلاقي انه هون الامبليتيودز متساويين اوكي فعندك السوبربوزيشن متساوي اوكي لكن رجعنا لفوق هي الفورمولا هون ما انتبهلناش اوكي هي الفورمولا نفسها ماشي
هلا خلينا نطلع على حالة الواي اوكي والمحور تبع الوايات. عندنا الحالتين شو اسمه اي وناقص اي تمام. وطبعا عشان نرجع للرسم لازم نحط الرسم كان كل هذا كان تقال على الكتاب كل مرة. فهي حالة ال ويضوي عليهم. فهي حالة الاي هون وهي حالة الناقص اي على محور الواي. اوكي كيف عم الحال فارة محور الواي بالعرض تمام. اوكي هلا هون اذا الاي الفكتور على الاي هيك بيكون اوكي والفكتور ناقص اي بيكون هيك تمام. وهن بسموهم سيركولار بيزز الاساس الدائري اوكي المحور الوايات اوكي او الحالات اللي بتكون قاعده على الواي الواي محور الواي بحسب شو الاساس الدائري اوكي. وهن كمان بيعملوا بيعملوا تراكم متساوي اوكي نفس ما بصير مع حاله الزد او محور الزد يعني بس بيكون عنده الاحتمالات قيمتها رقم يعني مستوى الاحتمال فيها بيكون رقم كومبلكس رقم خيالي عشان هيك فيها اي وناقص اي عرفت كيف. هلا واذا بتيجي تطلع الامبلتس تبعيتهم اوكي راح يطلعوا نص على الجهتين اوكي. هلا مرات يعني الواي بيرمزوا لهم مش هيك مرات بيرمزوا لهم بهيك برمل اوكي كيف عم تبرم انت. ففي وحده مع الساعه وفي وحده ضد اتجاه الساعه عم تبرم اوكي. اوكي هلا البرمه هاي كمان في ناس بسموها الفيز اوكي قديش انت بارم حوالين الزر اوكي انت بتبرم حوالين الزد هون اوكي. وهذا كل شيء لحد هون. نشكر متابعتكم شباب والسلام. رجاء الاشتراك بالقناه وخبر فاتكم عن هاي الفيديو. سلام.